الثالثة بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس شوكة ميردياييف رئيس جمهورية أوزبكستان، وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي توجه للرئيس الأوزبكي بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا الله عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والبركات، متمنيا موفور التقدم والرخاء للشعب الأوزبكي الصديق. ومن جانبه أعرب الرئيس الأوزبكي عن امتنانه للتهنئة الكريمة من الرئيس السيسي، متمنيا لمصر حكومة وشعبا دوام الاستقرار والازدهار. كما أكد الرئيس الأوزبكي الحرص على الاستمرار في تعزيز علاقات التعاون مع مصر في ضوء العلاقات المتميزة بين الدولتين والشعبين الصديقين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مبلغ 1 مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة. تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 من شهر يناير عام 2024. واقترح مجلس الأمناء في بيان له تحديد يوم 3 مايو المقبل كموعدا لبدء جلسات الحوار الوطني. من جانبها ثمنت قيادات حزبية قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدة أن إجراءات مجلس الأمناء تتم باحترافية، وأن القرارات تعد بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية، كونها تتضمن إعلان البدء رسميا في الحوار الوطني في شهر مايو المقبل. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية. وأكدت وزارة التموين على توفر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي من بينها الأرز، مؤكدة توفر الأرز بأسعار مخفضة بمعارض أهل رمضان. وأوضحت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن ويكفي احتياجات المستهلكين حوالي 3.5 شهور، مشيرة إلى أنه تم التعاقد على استيراد شحنات من الأرز الأبيض. نجت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الائتلافية من اقتراحين لحجب الثقة قدمتهما المعارضة احتجاجا على التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة. ويأتي ذلك فيما بدأ إضراب عام في معظم القطاعات بإسرائيل ردا على مشروعات الإصلاح القضائي المقترح من الحكومة. وجاءت الدعوة إلى الإضراب العام بعد ساعات من نداءات للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ لوقف فوري للإصلاحات القضائية بعد تسجيل صدمات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب احتجاجا على إقالة وزير الدفاع يواف جالانت من منصبه. نهاية موجز الثالثة، شكرا لكم.